حوالين هذا الموضوع بينضم لينا هاتفيا الدكتور محمد شادي الباحث في الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. ضيفي الكريم، برحب بحضرتك معنا في التاسعة. اهلا بحضرتك فندم المشاهدي. دكتور محمد، امبارح كنا استعرضنا الخبر سريعا، والنهارده عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الحوافز. يعني العنوان الابرز في الموضوع هي حوافز ضريبيه غير مسبوقه. صحيح يا فندم حضرتك، لو يعني افكر الساده المشاهدين بقى، كان عندنا خلال النص الاخير من السنه اللي فاتت حاجه اسمها المؤتمر الاقتصادي. ايوه. كان معمول علشان يعني ينقل جزء من اعباء التنميه على من الحكومه الى القطاع الخاص. اهم بند فيه كان تنشيط القطاع الصناعي او يعني تدعيمه واعطاء حوافز ليه. المجتمعين في وقتها من يعني اطراف الصناعه في مصر كلها كانوا حددوا المشاكل بشكل واضح خالص وعرضوها قدام الرئيس. لو حضرتك متذكر كان الرئيس قال في اخر المؤتمر كلمه طويله خالص استعرض فيها اللي قاله المجتمعين، يعني وقال ان احنا هننفذها وهنشتغل عليها بشكل واضح. من ساعة لما المؤتمر حصل الدولة بتدرس وبتطلع إجراءات ورا بعضها، كان آخرها بقى على الإطلاق الحزمة اللي الرئيس بنفسه يعني أعلن عنها، واللي هي المفروض إن هي جاية عشان يعني تقدم حلول جذرية سريعة للغاية علشان تحل المشكلات التشريعية الموجودة قبل كده واللي معطلة القطاع الصناعي عن العمل. التشريعات دي او القوانين دي موجوده بقالها فترات طويله جدا، والحكومه اصلا بتدرس لها حلول طويله الاجل وبتدرس لها حلول تحلها خالص، لكن لغايه لما الحلول دي تتطبق، لانها طبعا حلول تشريعيه عاوزه تتناقش في مجلس النواب وتاخد وقتها يعني وكده وحواليها نقاش وهكذا، الرئيس قرر ان هو يتدخل بحيث ان هو يزق زقه كبيره جذريه تحل المشكله لغايه لما يبقى ليها حلول تشريعيه قانونيه سليمه للمدى الطويل. الاربع حاجات اللي حضرتك قلتهم جايين عشان يحلوا ثلاث مشاكل. المشكله الاولى مشكله ارتفاع التكاليف التشغيليه، ودي الرئيس هيقللها ازاي؟ هيقللها بانه يقلل كل انواع الضرائب اللي الدوله بتاخدها ما عدا ضريبه القيمه المضافه، ودي بنسميها الضرائب المباشره اللي هي ضريبه كسب العمل، ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه، الضريبه العقاريه وانواع اخرى من الضرائب. الرئيس شالهم تماما، ودول حق الدوله، يعني الدوله بتاخدهم. الرئيس قال انا مش هاخد الضرايب دي من على انواع معينه من النشاطات اللي بتعمق التصنيع المحلي وبتنقل تكنولوجيا وتوطنها، يعني دي طبعا. اول حاجه بمجرد ما نخفض الضريبه دي في عبء كبير جدا على المصانع دي، يعني هينزل، لانه ده ثالث اكبر بند في المصاريف التشغيليه بعد الاجور ومدخلات الانتاج. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه تكلفه الارض هي ثاني اكبر تكلفه استثماريه بعد تكلفه الادوات. واحنا في مصر يعني كان عندنا طول الفتره اللي فاتت يعني مشكله في عرض الاراضي الصناعيه المرفقه، وبالتالي كانت اسعارها مرتفعه. الدوله بدات تعرض كميات كبيره من الاراضي الصناعيه المرفقه، لكن ما زال التمن الى حد ما مرتفع. الرئيس قال يا جماعه اللي هيخلص بسرعه المشروع بتاعه انا هتنزل له عمروس ثمن الارض للمشروعات اللي بتوطن الصناعه برضه وبتشتغل فيها، واللي هيتحدد، وعلى فكره هتبقى قيمه طويله جدا من المشروعات، مش طبعا بس السنه المشاهدين. دي ثاني حاجه. الحاجه الثالثه اللي هي أنا آسف الإعفاء الضريبي كمان دكتور محمد، يعني هيمتد، ممكن يمتد لخمس سنين بشرط انك تحقق المشروع في نص المدة. ممكن الإعفاء خمسة وممكن يوصل ل 10 سنين. واخد حضرتك ازاي؟ برضه اذا برضه حققنا الباقي من الشروط اللي هتخلي الصناعة تتعمق اكتر او يوطن تكنولوجيا اكتر. واسترداد 50% من قيمة الأرض إذا ده قلناه. لسه في واحدة اللي أنا مش متذكرها، البند الأخير اللي هو بيتكلم عن الرخصة الذهبية. أيوة. إحنا الرخصة الذهبية، مجلس الوزراء أول لما أطلق البودرة بتاعت الرخصة الذهبية قال إن هي تكون مشروعات كبيرة في قطاعات معينة، حد القطاعات كده، وقال إن هي تكون مشروعات ضخمة كبيرة، يعني اللي هي حضرتك عارف المشروعات بتبقى صغيرة متوسطة وكبيرة. الرخص الذهبية كانت بتسافر في المشروعات الكبيرة. الرئيس النهاردة قال إن هي لكل المشروعات متوسطة أو كبيرة طالما هتستهدف يعني زيادة المنتج، زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع المحلي. وبالتالي الرخص الذهبية ده أكبر عائق قدام الممارسة قدام النشاط الصناعي، هي تكاليف ما قبل ممارسة النشاط اللي بتتمثل في استخراج التراخيص. التراخيص بتاخد فترة طويلة زي ما حضرتك عارف، وبتاخد وجهات متعددة تشتغل معاها، بتخلي تكلفة ممارسة النشاط عالية للغاية، لأن أنت ممكن يبقى معاك الأرض
وعندك الالات ممكن تدخلها من الميناء، لكن الالات واقفه والارض واقفه لانه التراخيص بتاعت ممارسه النشاط مش موجوده. الرئيس بقى قال احنا هندي الرخصه الذهبيه لكل المشروعات بس بحيث ان انا اقلل التكاليف، وكده الثلاث حاجات مع بعضهم يحلوا، انا عاوز اقول لحضرتك اكتر من 70 80% من المعوقات اللي بتقابل النشاط الصناعي في مصر، وبتدي حوافز ضخمه جدا تخلينا لو مش على قدم المساواه اعلى من الدول الشقيقه والصديقه يعني في المنطقه اللي بتحاول. احنا كلنا دول ناميه وبنحاول نجذب اكبر قدر من الاستثمار الاجنبي المباشر. الدول الصديقه والشقيقه بيقدموا تسهيلات، احنا دلوقتي عندنا تسهيلات وحوافز اكبر من كل اللي في المنطقه. يعني لو انا قلت ان في اقل تقدير احنا زيهم. طيب يعني حضرتك بتقول ان الفتره اللي فاتت كان بيتم دراسه المعوقات اللي واقفه امام تيسير الحصول على الرخص او الاستثمار او القطاع الخاص للانتاج المحلي، الاربع حوافز دول حلوا كل المعوقات دي، حلوا نسبه كبيره جدا منهم، والباقي الحكومه بقى ومجلس النواب شغالين على حلول يعني علشان تتحل جذريا. خد بالك حضرتك التدخل الرئيس بيعمله هنا ايه؟ تدخل سريع استثنائي علشان يحل مشاكل يعني موجوده من فترات طويله جدا بشكل جذري سريع. لكن احنا بقى علشان نخلي في عندنا حلول قانونيه يبقى الموضوع ياخد شكل مؤسسي وقانوني اكتر، بس كده لازم يطلع، لازم نعدل القوانين بتاعتنا، لان زي ما حضرتك عرفت احنا القوانين بتاعتنا قديمه للغايه، معلش تتناسب مع الوقت اللي حاصل دلوقتي. وبقى لازم احنا يعني في منافسه عالميه على جذب الاستثمار، لازم نبقى احنا في وسط المنافسه دي وقدها. فلغايه لما ده يحصل الرئيس قرر ان هو يتدخل بالمبادره بتاعته دي مبادره شخصيه من سيادته يعني علشان ايه نبدا نحل الموضوع. دفعه قويه للموضوع علشان يتم التسريع فيه. في جملة اللي هي وفقا للقرارات أو ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات ضابطة للموضوع. صحيح. ده برضو هيتم هيطلع لائحة تنفيذية بيها اللائحة تتضمن ايه هي المشروعات، ايه هي الشروط بالتفصيل اللي تضمنها القرار بتاع الرئيس النهارده امبارح قصدي، بحيث ان الموضوع يبقى واضح قدام كافة المستثمرين وكافة المواطنين. وفي نفس الوقت القايمة يعني زي ما حضرتك قبل كده القايمة اللي كان صدر بيها مثلا شروط اعطاء الرخصة الذهبية حضرتك هتتوسع المرة دي. المشروعات اللي هتتحدد علشان تحقق الثلاث شروط الاولانيين اللي قلنا عليهم، سواء الاعفاء من القيمه المضافه لمده الخمس سنين او الاعفاء لمده العشر سنين او استزاد 50% من قيمه الارض، هيتحدد بها شروط، وبالتالي هيبقى عندنا شكل لائحه تنفيذيه موسعه للحصول على الحوافز دي، بحيث ان هي تبقى يعني موجوده بشكل واضح وبشكل موسع، بحيث ان هو يقدر يستفيد منها اكبر قدر ممكن من المشروع. كده يبقى فاضل ايه امام القطاع الخاص؟ لان ده بيشجع الاقتصاد. اتفضل. يعني في الفتره اللي احنا موجودين فيها دي فاضل بس ان القطاع الخاص يتشجع، بالظبط، لان زي ما حضرتك عارف المجازفه كبيره، احنا في بيئه عالميه مش مستقره، كل يوم عندنا احداث كبيره، زي ما حضرتك عارف راس المال جبان، وجبان هنا مش معناه ان هو يعني دي حاجه وحشه، لا، راس المال بيبقى عاوز يبقى عنده ضمانات اكتر للاستثمار. الدوله المصريه بتقدم ما تستطيع تقديمه، لكن راس المال بقى او القطاع الخاص يعني فاضل ان هو ياخد المخاطره نفسها سواء محلي او اجنبي، لانه زي ما حضرتك هل نقدر نعتبر ان دي مخاطره امام الحوافز المقدمه دي؟ هو الحوافز دي بتقلل المخاطره. بالظبط. ليه؟ لانه انا دلوقتي المخاطره الموجوده عاليه جدا، المخاطره الموجوده متمثله في انه انا تكاليفي مرتفعه اثناء ممارسه العمل، تكاليفي مرتفعه قبل ممارسه العمل، تكاليفي مرتفعه بعد التصنيع. الحوافز دي هتقلل التكاليف فتقلل المخاطر، وبالتالي ده امر حضرتك انه ده تدخل علشان يحسن البيئه اللي جوه مصر في مواجهه اللي بيحصل في الاقتصاد العالمي بشكل عام. مظبوط. يعني الدكتور محمد شادي الباحث في الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، بنشكر حضرتك معانا، وهاخد من كلام حضرتك جمله مهمه جدا، بعد الحوافز دي اللي هي غير مسبوقه في تاريخ الاستثمار المحلي، لا يبقى أمام القطاع الخاص والاقتصاد غير الرسمي غير أنه يتشجع. الحكومة بتعمل كل اللي عليها، السيد الرئيس من زمان وهو بيتكلم عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص ودعوته دايما للقطاع الخاص للمساهمة في مشاريع الإنتاج المحلي لزيادة الصادرات ومن ثم انتعاش الاقتصاد المصري.